上午نشكركم على الزياره هذه لانها فجيه معناها ونتمنوا معناها ما تكونش الاولى ولا الاخرى. راي الزياره هذه تو اللي جيتونا من اجلها معناها استناتولي نحن بالعكس هذه باش تقفوا على المجهودات معناها اللي قاعدين نبذلوا فيها بالادارات وعوائل المشرفين على هذا المركز باش نسخروا جميع الامكانيات والمستلزمات الضروريه للمقوفين هنا، وهذا مع تكريس مبدا معناها حقوق الانسان. كما تعرفوا هذايا من اكبر معناها مراكز الايقاف بالجمهوريه التونسيه، هذايا يتوقفوا فيه المحتفظ بهم من اقاليم تونس الكبرى من شرطه وحرس وديوانه، وبعض المقوفين واردين علينا من الجهوي باش يتم معناها توزيعهم على بقيه الجهويات. كما تشوفوا هذه غرفة رجالية، الغرفة هذه تضم حوالي 24 محتفظ به، وكما تشوفوا كل غرفة مجهزة بكاميرات مراقبة باش نراقبوا معنا جميع تحركات المحتفظ بهم داخل غرف الاحتفال. والنساء. دكتور ذهبي انا المكلف هنا بال ونحن اوني دو ميدسان مكلفين معناها فما الميدسان اللي مش موجود خاطر كونجي انا دونك في بلاصتو قاعد نخدم لهنا في قاعه الاحتفال ومعايا دوز انفيرمي ديجا يخدموا وقاعدين نتلاهين بالمرضى اللي نتبعوا فيهم كانهم يتبعوا لبرا معناها كانوا يجي عادي لبرا معناها في السبيطار ولا في البرا البريفي. دونك بالنسبه اللي عندهم الامراض المزمنه قاعدين ياخذوا في دواياتهم ونحافظوا مع دواياتهم الكل، فما حتى اللي زرق في الانسولين في السكر نعطيوه ونتبعوا له السكر نتاعو وباهو نقصوا له لي دوز خاطر يمكن باش على باش يطيح السكر. بالنسبه لي يستحق زيادة فما شكون يجي عامل عمليه ديجا يا 2-3 jours، دونك نعملوا لي سوا لهنا الكل، واذا كان فما خلف مضاعفات واحد نبعثوه للسبيطار غاديك كسوا شانيكول كسوا الرابطه كسوا اللي نتاعنا يتبع غاديك ياخذ دواء غاديك، واذا كان يستحق باش يرقد يرقدوه غاديك زيادة فهمت. دونك قاعدين موفرين كل شيء، حتى اللي عنده الاعصاب معناه قاعد يتبع في الرازي اللي برشا منهم هكاك وياخذوا في دواء الاعصاب، دونك نعطيوهم اللي عندنا النوماكلاتور اللي عندنا لو طون اللي من بعد عاد يخرج معناه يولي ليبر يرجع لطبيبه. احنا عندنا لهنا كما قلنا معناه المنظمات الدوليه والمنظمات الوطنيه وكذلك معناه اليات الرقابه في وزاره الداخليه نحاولوا انه يكون ديما تحت الرقابه ديما محل عنايه، وهذا هي فرصه انه باش نكملوا وسائل الاعلام زاد تزوروا وزاره البادره هذه تتواصل باش نعاود ونزيد نشوفوا اكثر مراكز ايقاف داخل الجمهوريه. هو اكبر مركز ايقاف يوصل فيه على ساعه عدد كبير من الموقوفين، احنا ساعين الى تحسينه كما قلت والى تحسين ظروف الايقاف فيه. شامل.